يسعد مساكم. رسم البورتري نبدأ بمحور العيون، خط الأنف، خط نهاية الذقن، وخط نهاية الجبين. بعد ما نحدد مكان العين، عيون متساوية بيناتهم بمقدار عين، الأنف بمقدار الفراغ بين العيون بعرض عين، خط الفم تقريبا بتنتهي المسافة الموجودة تحت الأنف، نحدد جوانب الوجه طبعا بشكل مبسط مثل ما شايفين، نحاول نرسم خط خفيف، نحدد حواجب ونهاية الشعر. تقريبا هيك رسمنا البورتري بشكل مبسط وخطوط خفيفة. هلا راح نحاول نشتغل على التفاصيل اكثر. طبعا بالنسبة لمحور العيون او خط العيون راح يكون بمنتصف الوجه. هاي الملاحظات بالنسبة للصورة اللي معنا نحن بس. انا لا راح اترككم مع الفيديو مثل ما انه هلا راح نبدأ بالتفاصيل. طبعا نحاول نطلع على الرسمة قدر الامكان قبل ما ننقل اي تفصيل. بتمنى التوفيق، ياريت تكتبولي بالتعليقات رأيكم بالفيديو وايش بتحبوا انه نتعلم نرسمه.